أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على حرص الدولة خلال إقامة المؤتمر الاقتصادي على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد المؤتمر من الثالث والعشرين إلى الخمس والعشرين من أكتوبر الجاري وخلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادي أوضح مدبولي أن المشاركين في هذا المؤتمر الوزارات والجهات المعنية والمفكرين والخبراء المعنية بكل التوجهات والاحزاب السياسيه لافتا الى ان هناك 21 جهه محليه ودوليه مستهدف دعوتها في المؤتمر الاقتصادي. ان الدوله المصريه والحكومه حريصه من خلال هذا المؤتمر على شرح التحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات وان يبقى في حوار بناء مع كل الخبراء واطياف المجتمع للتوافق على هذه التحديات ووضع خارطه طريق للتحرك في الفتره على طول اللي بعد هذا المؤتمر. المشاركين معانا في هذا المؤتمر هو طبعا الوزارات والجهات المعنيه ولكن طبعا المفكرين والخبراء المعنيين بكل التوجهات وايضا الاحزاب السياسيه معانا. عشان كده احنا حددنا واحد جهة محلية ودولية هتبقى بنستهدف دعوتها في هذا المؤتمر.